مشاهدينا برحب بيكم واهلا بيكم وموجز واهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. كمان النادي الاهلي ارتقى للمركز السادس عالميا والاول عربيا وافريقيا، وده وفقا لاحصائيات الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء في التصنيف الشهري للانديه على المستوى العالمي. وتصدر مانشستر سيتي الانجليزي التصنيف العالمي الشهري للانديه، واحتل ريال مدريد الاسباني وصافه التصنيف العالمي، فيما تواجد الاهلي في المركز السادس عالميا. الحساب الرسمي للدوري الألماني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حرص على وداع اللاعب الفرنسي أنتوني موديست المنتقل حديثا لصفوف النادي الأهلي بعد نهاية موسمه مع بروسيا دورتموند. وأبرز الدوري الألماني أرقام أنتوني موديست مع كل الفرق اللي لعب فيها في البوندسليغا، واللي وصلت ل 209 مباراة، سجل خلالها 85 هدف وقدم 17 أسيست. الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أعلن عن قائمة الفريق اللي هتسافر لتنزانيا استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور ال 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وشهدت القائمة استبعاد الثلاثي محمد عواد وعبد الله جمعة وأحمد فتوح للإصابة، بالإضافة لأحمد سيد زيزو وسامسون.